لسان عصفور بالكريمه والفراخ محتاجين 400 جرام من لسان العصفور، 3 صدور من الدجاج متقطعه صغير، محتاجين 250 جرام من المشروم الشرايح، 4 فصوص من الثوم المفروم، معلقتين كبار من الدقيق، كوبايتين حليب، وكوبايتين كريمه طهي، نص كوبايه من الجبنه البارميزان المبشوره، مرق او زبده، ورشه جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. وللتزيين عايزين شويه بقدونس مفروم. اللي احنا بنعمله ده الكلام الجميل ده ينفع حاجتين، ينفع يا اما طاجن يا اما كده طبخه على البوتاجاز براحتكم. يعني انا عايزينه ايه؟ على النار كده كريمي، حاضر. وان بوت ميل، حاضر. نور قالت نعمله وان بوت ميل. يعني ايه وان بوت ميل؟ يعني حله واحده نعمل فيها كل حاجه، ما نبهدلش الدنيا وما نغلبش نفسنا بمواعين. ما انا لقيت الميل، لقيت الميل بس ما لقيتش البوت، يعني ناقصنا البوت. هاخد الحله الكبيره، مش مشكله، لا هعملها في حله كبيره بدل ما اللبن يفور مننا ولا حاجه، نبقى براحتنا. اول حاجه هبدا بيها هي تحمير لسان العصفور، فهعلي كده النار وهحط شويه زبده، هما يعني اللي انا حطاه ده قد 3 معالق صغيرين مش كبار، وانا هحط معاها شويه زيت كمان. وهحط معاهم لسان العصفور، لسان العصفور. هنبدا دايما بتحمير لسان العصفور. ماشي، نجيب سباتشولا ونرجع نخطف رجلينا لحد هناك، ونبدا كده ايه، نقلب لسان العصفور. اخد تقليبه حلوه قوي. نجمع بس الطبق يا حمدي الله يكرمك، وناخد ونطلع فاصل. تعالى نقفل بس على ده، اهو وطيت النار خالص. ولا عايز نعمل ده بعد الفاصل؟ ماشي اوكي. هي دي السيجمنت الجاي، دي التالتة صح؟ خلاص انا هشيل ده من على النار اهو عشان ما يحمرش اكتر من لونه اللي بالكريمة والفراخ، لونه ذهبي وفلة، وانا رجعته على النار يسخن. مستنيه الحلة تسخن تاني، الحلة تسخن تاني. وانا ليه كنت عايزة اسخنها؟ عشان انا هحط الفراخ، وما ينفعش احط الفراخ في حلة باردة. لو حطيت الفراخ في حلة باردة هتنزل ميتها ومش تبقى احلى حاجة خالص. فهي الحلة سخنت تاني، هنزل الفراخ على لسان العصفور على طول، لا تقلقوا ابدا من الكلام ده. تقليبه ومعاهم كده على طول نحط الثوم والمشروم. ادي المشروم وادي الثوم، نتبل كده بملح وفلفل وجوزة الطيب. ادي الفلفل، ادي رشة جوزة الطيب، وادي ملح. نقلب كل الكلام القمر ده مع بعضه. ونستنى بس الفراخ كده يا دوب تبيض والمشروم يتشوح. يلا نشيل كل حاجه فاضيه. واحنا هنا النهارده مفيش حلل بقى وحاجات، لا كله في حاجه واحده. فالدقيق معانا اهو، هنشتغل هنا برضو الصوص على طول عليه، وممكن من غيره على فكره، يعني ممكن نخليه كريمي كده من غيره خالص. تيجوا ما نحطش دقيق ونخليه اخف، مش هحط دقيق، نخليه صوصي كده بزياده، ونعتمد على النشا اللي في لسان العصفور ان هو ايه، يتقله. يلا بينا دلوقتي على طول هقوم حاطه المرقه واللبن. انا مش هحط الكريمه دلوقتي على طول، هستنى كده شويه يبدا يستوي، وبعد كده اجي احط الكريمه في الاخر. معاهم كده ممكن احط شويه ميه،
نقلب وشوية مية تساعد لسان العصفور انه يستوي، ما زودش عشان لسه فيه كريمة. وهنقلب وهغطي عليه وكده عادي كأني بسوي رز او فريك او شعرية عادي جدا، اسيبه متغطي لحد ما يشرب السوائل اللي فيه. بأكد عليكم انا ما حطيتش دقيق، قلت بدل ما يبقى كده لزج لا خلينا نخليه كريمي كده خفيف من غير اي حاجة ايه تقيلة وما نضايقوش. ريه مع اي حاجه غير ملح وفلفل وجوز الطيب والثوم، معتمدين على نكهه الثوم، تقدروا تكتروا الثوم قد ما انتم عايزين، لو حد حابب يحط مثلا بصله مفيش مشكله، لو حد حابب يحط شويه خضره مفرومه عادي مفيش مشكله برده. شكله كده كريمي وجميل، وانا هاجي دلوقتي اديله حاجتين، شويه كريمه وده برده اختياري، ممكن نشتغل لبن بس، ممكن قشطة وش لبن، ممكن جبنة كريمي، ممكن من غير خالص، وشوية جبنة بارميزان، ممكن تبقى أي جبنة تانية احنا عايزينها وممكن تبقى من غير جبنة خالص. وهقلب وما يغركوش على فكرة ان هو كده خفيف كده وزي الشرب لسان العصفور ده خداع، في 3 ثواني هتلاقوه شرب المية دي كلها. تعالوا كده اما ندوق. ايه ده؟ براحتك خالص، مش طبيعي في الحلاوة. مش طبيعي فعلا، مش محتاج اي حاجة ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة، لسان العصفور بس لسه فيه عضة صغيرة، فانا هقفل عليه كده عشان اطمن ان البخار هيأدي غرض وهيسويها. تمام، مش محتاجة أي حاجة، محتاج بس شوية ملح ووطي النار. يلا بينا نوزع بس كده، أعتقد يعني هو مش محتاج أتكلم عنه، هو شكله باين صح؟ شكله باين ولا باين أكتر شوية؟ أبين الكريمي أكتر من كده؟ والقمر ده مش ناقصه بس غير إيه؟ رشاية كده زقننة من حاجة خضرة. طبعا هو الجبنة لما دابت جواه بقى يعني عملت قلق، فأنا هجيبه كده جنب اخواته